بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما أجي أعمل أنا إيه بقى؟ ديفايدد تو ديجيتس. هنا مضطر أعمل لونج ديفيجن، لأن لو حاولت أعملها بالفاست ميثود هتبقى صعبة شوية. فأنا هعملها باللونج ديفيجن، واللونج ديفيجن مش صعب. مش صعبة بالعكس، بسيطة جدا. مجرد ما أنا كتبت تيبل 24 على جنب خلاص خلصت. بس نعمل الاول الشيب بتاعنا اهو اللي هو ده كده 2 7 6 4 8 وادي 24 واقوم كاتب تيبل 24 يعني الديفايزر اللي قدامنا ده طبعا ديفيدنت وده ديفايزر الديفايزر اللي قدامنا اكتب التيبل بتاعه على جنب 24 تايمز 1 24 تايمز 2 24 تايمز 3 تايمز 4 تايمز 5 تايمز 6 تايمز 7 اكتب زي ما انا بكتب كده على طول عشان ايه اكتبه بسرعه. كده عامله ايكوال كده بسرعه. في ناس هيقول لك ايه بقى؟ انا اعمل 24 تايمز 1 ايكوال 24. يجي بقى على دي ويقعد يقول ايه؟ 2 تايمز 4 ايكوال ايه؟ 2 تايمز 2 ايكوال 4. مفيش مشكله، بس هو التايمز اصعب من بلس، يعني بلس نسبه الخطا بتاعته او الايرور اقل. فانا ممكن، انا عارف ان انا تيبل 24، يعني انا كل مره اد 24 فانا ممكن اعملها ببلس اسرع واسهل. يعني ايه؟ يعني اللي طلع ده اعمله بلس 24. هو في ناس يقول لا انا هعملها تايمز، يعني هعمل 3 تايمز 4 12 2 اند كاري اب 1 3 تايمز 2 6 بلس 1 7. اوكي مفيش مشكله، بس اللي هيعملها بالبلس هيبقى اسرع شويه. ليه؟ لان واضمن البلس اسهل، يعني هيقول 8 بلس 4 12 2 اند كاري اب 1 1 بلس 2 3 بلس 4 7، طلعها اسرع من اللي عملها تايمز. طيب بعد كده هو كل مره هيعمل، يعني ده اللي يطلع وعامله بلس 24 2 بلس 4 6 7 بلس 2 9. وكمان البلس دي هتنفعنا لما يجوا هنا 3 ديجيتس و4 ديجيتس، بيبقى البلس مش مجهد او مش متعب زي الايه تايمز. طب ال 96 هتلم لها بلس 24 4 بلس 6 10 0 اند كاري اب 1 1 بلس 2 3 بلس 9 12. طب بعد كده اللي طلع 120 نعملها بلس 24 0 بلس 4 4 2 بلس 2 4 وادي ال 1. طيب بعد كده دي 144 بلس 24 4 بلس 4 8 14 على 2 بلس 2 16. طب هنا 8 بلس 4 12 وبعد كاري اب 1 1 على 2 يبقى 3 3 بلس 16 يبقى 19. طب بعد كده 2 بلس 4 6 و2 بلس 19 على 2 20. طيب في ناس يقولوا طب انا هقعد اعمل كل ده وانا هضيع وقت، مش هضيع وقت ولا حاجه. في ناس بيعمل لحد 5 ويقول لك لو احتجت ابقى ارجع تاني ازود. طب ما انا اعملها لحد تايمز ب 9 بالمره واخلص، بحيث اي حاجه تبقى موجوده عندي، لان مفيش اعلى من 9 زي ما اتفقنا في اللونج ديفيجن، مفيش اعلى من 9، اخرنا 9 بس. انا كده عملت ده، هو ده اللي خد مني ايه؟ ما خدش دقيقه، يعني ما خدش دقيقه. ابتدي بقى اشتغل على المساله بتاعتي، ان شاء الله بقى تطلع في ثانيه. طالما انا كتبت التيبل ده المساله بتاعتي مش هتاخد دقيقتين بالظبط او دقيقه. طيب ازاي؟ اهو هبتدي بقى دلوقتي برضه نفس القصه 2 ديفايدد 24 مش هينفع لان 2 از سمولر ذان 24. خلاص خد معاها ال 7 بقت 27. ابتدي ادور هنا على 27 بقى، ما انا كاتب دي ما لقيتهاش، ادور على نمبر اكبر منها. يعني ايه؟ 27 مش موجود. اقوم ادور على اول واحد اكبر منها، لا 24 اصغر، لا 48 اول واحد اكبر منها. بس ما خدوش، ارجع للي قبله. يعني انا مش بدور على ال 48 اقوم واخدها، لا ده انا برجع للي قبله. بدور على نمبر اكبر من 27 واقوم راجع للي قبله اللي هو ده. طبعا زي ما اتفقنا ده بيبقى اب وده بيبقى داون. اهو خلاص يبقى ال1 خليه اب وال24 داون وابتدي اعمل ماينس. 7 ماينس 4 3 2 ماينس 2 0 0 از نال. بعد خطوه الماينس بعمل الستيب بتاعت ايه؟ دروب او داون. يعني ايه دروب؟ اعمل دروب للي عليه الدور اللي هو 6 36. طب 36 هدور عليها هنا مش موجوده. طب حاجه اكبر برضه 48 هي اول واحده اكبر منها، يبقى نرجع لدي برضه، يبقى ال1 فوق ال24 تحت. ماينس تاني 6 ماينس 4 2 3 ماينس 2 1. ولازم اتاكد يا جماعه ان اللي بيطلع هنا اصغر من هنا، يعني 12 اصغر من 24. يبقى انا كده ماشي مظبوط واخترت 24 ده الصح. طيب بعد كده اعمل داون للفوق، كبرت هي 124 ادور هنا والله لقيتها. اوكي ما لقيتهاش، ندور على حاجه اكبر.
لا مش موجود. طب ايه الاكبر منها؟ ال 144. نرجع للي قبل دي كانت 5، ال 5 مع ال 120 يبقى ال 5 هتتكتب اب وال 120 داون، ونعمل ماينس تاني. 4 ماينس 0 ايكوال 4، 2 ماينس 2 0، 1 ماينس 1 0، والزيروز اون ذا ليفت ار 9. متاكدت ال 4 اصغر من 24، على كده تمام. نعمل دروب للي عليه الدور، كل ما اعمل ماينس اعمل دروب اللي هو ال 8، ال 8 هتنزل ايه؟ طب والله ندور عليها، لو ما لقيناهاش نشوف اكبر منها ونرجع اللي قبل. ال 48 الحمد لله موجوده اهي، جاهزه وزي الفل اهي. يبقى دي 2 تتكتب هنا وال 48، واعمل ماينس 8 ماينس 8 0، بعد كده 4 ماينس 4 0. خلصت المساله. طب فين الانسر؟ الانسر مش 0 0 طبعا يعني، لا ده 0 0 ده بيعرفني ان انا ماشي صح. وساعات ما بيطلعش 0 0، ساعات بيتفضل ديجيت في الاخر، نمبر في الاخر، ده بيسموه ريميندر. بعد ما خلصت كل الديجيتس اللي هنا ومش وفاضل لي بقى 3 تحتنا يسموه ريميندر. لكن احنا خلينا دلوقتي دي اسمها فاينايت ديفيجن او منتهيه. اه دي الانسر اللي قمت له 1 1 5 2، طبعا عايز اقراه 1150. وخلصت المساله على كده بمنتهى البساطه. يعني ده ايه؟